لقد ونكسن مانت وحن دولة يعينا سوكو بفيلم لغو مغا بدريكوين شاكد وحيكو بلعبان الساحوين لغو مغا بطي يمينك ذكايل كدب مركي وكجيري وذي إلما أيدالين وحيكو عان سبينيني وقتكو سوقاتان بد قرخ بدن أوكوطا لدلك في يتنام وحين رتيني ينيني كوي اللاوان جيري ذا كوتي ميعون وقوذا قابين كستحوين ذو مركي ساحتو وحيسو حسوسة جيري ذا كوتي ميعون وقوذا سيباستيتر وحكو أتكاتيني سياحته صباح لي مركي لقاري لمانه وحي بلعبينيني وبحان دلخيس آدان نتسيرة دوه غرفة بغن إيكو تعالى دلك في إتنام سيباوكلا لمانه وحي بلعبينيني بغضان ميلها تاريخي جاءه وحينا رتيني ينيني كوي اللاوي دونا نجيري ذا كتمي إلمها أيدالين إن مدى أكدب هويني ذا وحي كي فيك كاركي ورشيغي يأيني صدع دونا دبيل فوق بغن وحي يركدب تسي وحي بلوضيني لحظة شو هو يذذي يا ولاشد هو يذذي يا ولاشد وحي كوري سنيين حال كوذا ما دامي إيذي يمينك يدو سوغلين سفر دير هو يذي إيه جبدي ذو وحي دوني ينيني نيدو دكيان تاي ما دامي خلي كسك مرو اسميد جيري ذا دنك كلا وخلينا تصيع كيل أو كعياري يبدا أكيدا إن مدى أكد بلمانه هو وحي بلابينيني سو آدان قريجي أي كسو دقين قريجاس أو كيالي بدا دكديبا وقدام بين لمانه وحي سوغلين قدها قريجا وحي الكذب تي وحي وغاتين وسنشقين اي تلفونكو كيل وحي بلابين وقلب بدا غاتين وقت جيسا وحي حاس كيسا كويري وشيت كأن هل كان اوني موعين ان غادا نوقتي وقدام بين وحي حاس كيسا كوكن عيي اني سوغا شبيها انتاس وحي كدم بي لبدو دو وحي بلابين اني كود باشان بدا لمانه وحي عادو وفرحين مركي عركين نولي عاشق ورخ لبضان اي كنو البد هوس كيذا أبا كدب تي يمين كيذا وحي بلابين اي كن نستان دغح قيالي بدا بل سن نسير خم ودغوث وفلوك تكسري كيل هوين اي ذو مركي عرتي ديجا وحي بلوضي اني ايذو محايالي مركز سيارة تديج وحي صوحة سوسة تاجيري ذي كتي ميعونو جيذا سيكس طبا لمانه ما اي سنوغين ديجو انو سوچي ذن كرو اللي باخ بذيتكا كيل وحي بلابين اني يدو قبوتي حاس كيسا وخنا وشيغيني وحكا استهقاقي دونان هوين كي مركي لقاري هوين اذا وحكو اتكاتيني سيحته وحينا نيكي اذا كأتساتيني اسكاقت ساقان ميشا كهور انتي سنصود عند بيلوهو كيل وحو حاس كي ساكو قن عييني تيجي دونان صباح ذي هوين كستغذي سيدح هوين اذا وحي سوك عذي تلفون كو دعيا وحلو شيغيني دي بدا وغا صباحان بدا ما دامي سو دعيا عند بيلوهو قن سيكا الصباح اهاتي لمانه وحي قوان سبين عاوة إني وهو يندونا نقريجا لمانه ما أي سنوغين تانين أي تاي نتكم إذا هقو آمدي وحو ما أي قاتان نلشوذا إن مدى أكدب وحسو دعي دبيلة فوقن دبيلة هاس أو سبابيني قريجا كدران بيها تاي وحيس كدي ذيني وعلى عدسو بدبادسا نسيب خمو ومو سنشقين تلفونكو تاي يمين كيذو وحي وغادين قريجو مربا مركا كدن بيسين وكسي فغاني يدولكا تاي وحي بلوضيني وغيل سبد بعضو بل سقفنا ما أوصن مغنين قيلة ذيبا إن مدى أكدب هويني ذو وحي كد علي بدا دادان دير كدب وحي كبولي ستيني دبو وصو نغطة قريجا تاي وحي من كيذا كأت ستيني دباشان أولا بخان دي بدا تاي الوحو خاس كيسا أشيغي هدي أي دباشان إني هاليس كلين دونا نفتو ذا سيكا الصباح أهاتي هويني ذو وحي بلوضيني من كيذا لقطة وغفتة فاشد ما دامو داوع كسو غاري لقطة صباح لي مركي لقاري تي وحي اوغاتي قريقو انو كسو فغادي دولكا تاس او كدغان اني سنهلي دونين عدسو بدبادسا هويني ذو وحي بلوضيني كوحن اغضن من كيذا ما دامو مركي هوري كدي ذيني وبخان دي بدا وحكا السياحة تبا كيل وحو بلعبين ودكي حاس كيسا وحنا اشيغي اني هلي دونان عد بدبادسا تي وحا كود عيني يتب وحينا امن تي اني كبيريون دونان بدا كيل وحا حاس كيسا أشيغي إني سنغو سن سيدوك لوحا أشيغي إلا سوبت بادين دونو لبدودا أقدام بين تي وحي كوغان عضي هذل كنين كيذا كيل لوكتي سوحا كدا أي ديك سايد ديك ياس أو سبب أنو
karaa inuu soo weeraro liba akhbadeed galabtii markii la gaaray haweeneydu waxay aragtay diyaarad maraysa cirka waxayna bilowday inay u qayliso diyaaradda balse nasiib xumo cidna ma aysan arag intaas wixii ka dambeeyay labadooda waxay go'aansadeen inay dabka dhaliyaan caagadda biyaha iyagoo adeegsanaya falaaraha qoraxda balse nasiib xumo lamaanuhu kuma aysan guulaysan inay shidaan dabka muddo kadib jay waxay mar kale aragtay markab maraya agtooda kayl wuxuu bilaabay inuu mar kale isku dayo inuu shido dabka nasiib wanaag lamaanuhu markan waxay ku guulaysteen inay shidaan dabka islama filaan ah dabku wuxuu sababay inuu gubto gurigoodu maadaama uu ka samaysnaa alwaaxyo lamaanuhu waxay bilaabeen inay isku tuuraan badda si ay uga badbaadaan dabka gurigiina wuxuu ku gubtay hortooda intaas kadib waxay bilaabeen inay isticmaalaan alwaaxyo in muddo ah kadib lamaanuhu waxay arkeen libaaxbadeed maraya agtooda nasiib wanaag waxay ogaadeen inuusan ahayn libaaxbadeed uuna yahay xayawaanka loo yaqaano dolfinka waxaana mar kale dib ugu soo laabatay rajadii ay ka lahaayeen nolosha muddo kadib alwaaxii ay saarnaayeen waxaa kala jaray libaaxbadeed kayl oo weli ku jiray hurdo waxaa badda ku tuuray libaaxbadeedkii haweeneydu waxay isku dayday inay badbaadiso ninkeeda balse isla markiiba waxaa ku hor yimid diig muddo kadib kayl wuxuu u soo baxay dibadda kayl waxaa ku adkaatay inuu soo fuulo alwaaxa maadaamay ka tagtay awooddu kayl wuxuu xaaskiisa u sheegay inay ka cararto meesha haweeneydu waxay ku dadaalaysay inay ka cararto libaaxbadeedka socod dheer kadib jay waxay ku suuxday alwaaxa maadaamay dareemaysay haraad iyo daal saayid ah habeenka saqdiisii dhexad jay waxay ka soo toostay hurdo waxayna ogaatay inuu dhulka u dhow yahay sidaas darteed haweeneydu waxay bilowday inay kiciso ninkeeda ugu dambeyn waxay ogaatay libaaxbadeedku inuu ninkeeda ka goostay labada lugood subaxdii markii la gaaray jay waxay soo baraarugtay iyadoo jiifta badda qarkeeda sidoo kale waxay aragtay meydka ninkeeda uu cunayo libaaxbadeedku intaas kadib haweeneydu waxay bilowday inay si degdeg ah uga soo baxdo biyaha si ay nafteeda uga badbaadiso libaaxbadeedka balse isla markiiba waxaa soo weeraray libaaxbadeedkii wuxuuna ka dhaawacay lugta jay waxay soo qaadatay dhagax waxayna bilowday inay libaaxbadeedka uga garaacdo madaxa libaaxbadeedku wuxuu ku geeriyooday horteeda ugu dambeyn jay oo dhaawacan waxay u soo baxday dibadda jay markii ay u soo baxday dibadda waxay aragtay buur ku taalla agteeda waxayna bilowday inay korto buurta isla markiiba waxay isha ku dhufatay nin kaluumaysta ah oo wata doon yar jay waxay bilowday inay soo fuusho doonta sidoo kale waxay bilowday inay toosiso ninka kaluumaystaha ah jay waxay ninka u sheegtay inuu ku yaallo dhaawac halis ah balse ninku ma uusan fahmin luuqadda ay ku hadlayso ugu dambeyn ninku wuxuu fahmay inay doonayso inuu caawiyo intaas kadib ninka kaluumaystaha ah wuxuu bilaabay inuu tolo dhaawaca ku yaalla jay dadaal dheer kadib ninku wuxuu ku guulaystay inuu tolo jay dhowr daqiiqo kadib ninku wuxuu bilaabay inuu galo badda si uu u fiiriyo shabaqa inuu u galay kalluun wax yar kadib doontu waxay bilowday inay ruxmato jay waxay bilowday inay fiiriso ninka jay waxay isha ku dhufatay diig iyo gacantii ninka oo go'an isla markiina sidoo kale ninku wuxuu u soo baxay dibadda jay waxay bilowday inay caawiso ninka balse meesha waxay yimid libaaxbadeed wuxuuna soo gabagabeeyay noloshiisa jay waxay bilowday inay si degdeg ah uga cararto meesha balse haweeneyda waxaa soo weeraray libaaxbadeedkii jay waxay ku guulaysatay inay iska difaacdo libaaxbadeedka iyadoo isticmaalaysa mashiin saarnaad doonta libaaxbadeedku ma uusan tegin wuxuuna bilaabay inuu mar kale soo weeraro jay ugu dambeyn libaaxbadeedku wuxuu dhanka kale u rogay doontii yarayd dhammaadka filimka jay waxay ku guulaysatay inay libaaxbadeedka bir ka geliso afka libaaxbadeedkiina wuxuu ku baktiyey horteeda intaas kadib haweeneyda waxay bilowday inay dhakada ka fuusho doonta isla markiina waxay isha ku dhufatay tuulo yar oo ku taalla badda agteeda waxayna bilowday inay la oydo farxad tuulada dadkii joogayna waxay bilaabeen inay soo aadaan dhankeeda si ay u badbaadiyaan waxaan soo gaarnay dhammaadka filimka waad ku mahadsan tahay.